في حلقة جديدة على قناتي قناة لايف اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة. النهاردة هنتكلم عن أمر جديد، أمر استعراضي، أمر جميل جدا وممكن كمان تبهر بيه أصحابك. الأمر ده اسمه ويف. أمر ويف ده معناه إن الكلب بيعدي ما بين رجليك وإنت ماشي، كل خطوة إنت بتمشيها الكلب بيعدي من ما بين رجليك. عشان ما نطولش تعالوا نشوف هنعلم الكلب إزاي ونشوف الأمر ده شكله إيه. تعالوا نشوف. طبعا في بادئ الامر لازم انك تعود الكلب انه يتحرك ورا حركة ايدك، وده احنا عملناه قبل كده في حلقات سابقة وكمان بنعمله هو دلوقتي علشان اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت يشوفها في الحلقة دي. انا في ايديا هنا مكافأة وعبارة عن جناح فرخة هي اللي في ايدي حاليا، وبحرك ايدي على شكل دواير ويمين وشمال على اساس ان الكلب يعتاد انه يمشي ورا حركة ايدي على طول. لما الكلب بيتعود على كده هو هيسهل الأمر عليك في التدريب اللي احنا بنعلمه له النهاردة. هنا انا ببدأ اقول له 1 2 وبديله المكافأة، وبكرر معاه نفس التدريب زي ما احنا شايفين كده 1 2 واديله مكافأة. كتر التكرار طبعا مع تدريبك للكلب بيعلمه الامر مظبوط. موضوع ان انت مكافآت الكلب بياخدها، وفي ناس تقول ده الكلب كده ما بينفذش حاجة الا لما بيكون في مكافأة، دي طبعا اللي بيتابعني وهيخليه معايا اكيد هو هيعرف ازاي تقلل المكافأة خالص، وكمان ازاي الكلب يعمل الامر بتاعك من غير ما يكون في ايدك اي حاجة خالص. زي ما احنا شايفين كده هتبدأ ان انت تحط خطوة رجلك وتقول له 1 وبحركة ايدك تمشي الكلب معاك ان هو يعدي من بين اقدامك في الناحيتين في كل خطوة، بحيث ان انت لما تيجي تمشي هو يعدي ما بين رجليك. اول ما يسمع الامر بتاعك او يسمع كلمة 1 أو 2 هو يبدأ يعدي ما بين رجليك. شكل حركة رجلك هتفرق كتير بالنسبة له لما يعتاد عليه ويبقى عنده اتقان في الامر ده، بمعنى ان انت مجرد ان هتحرك رجلك بالحركة اللي هو اعتاد ان هو يعدي فيها من تحت رجليك، هيبدأ ان هو مجرد ما يشوف حركة رجلك عملت كده من غير حتى ما تديله الامر هيبدأ ان هو يعمل الامر لوحده اوتوماتيك. طبعا الكلاب عندها حواس عالية جدا لدرجة ان هو طبعا بيحس بانفعالاتك سواء مبسوط او حزين او كده. الانفعالات دي هنبقى برضو نعمل لها حلقة معينة هنعرف فيها الكلب ايه الحواس اللي بيحسها منك وانت بتربيه. نخلينا في حلقة النهاردة والتمرين بتاع النهاردة. زي ما احنا شايفين كده الكلب طبعا ساعات بيغلط، لكن ده شيء طبيعي لان الامر لسه جديد، هو أول مرة بيتعلمه، وأنا بعمل الحلقة بعملها من بداية أي حاجة خالص بحيث إن اللي يتفرج يبقى عارف إن الأمر الكلب اتعلمه إزاي من الأول خالص. زي ما احنا شايفين كده هنا أنا بحرك إيدي، ده اللي انت هتعمله برضو مع الكلب بتاعك بحيث إن هو يعمل التدريب مظبوط. لما هيعتاد عليه مش هيحتاج إن انت تعمل ايدك كده ولا حاجة، هي بس خطوات رجلك هي اللي هتبين له ان انت عايزه يعمل الامر ده. اسيبكم تكملوا بقية الفيديو وان شاء الله يا رب يعجبكم وتستفيدوا منه. 1 1 2 1 2